السلام عليكم انا الابنه ديال الفنانه سلوى جوهاري آه، عفاكم انا كان في ذاك الخبر بانها كانت غتنتحر هذاك الشيء ما كاينش غير الطريقه هما باش كشفوها بطريقه اخرى آه، والام ديالي كنبغيها بزاف وعمرني غادي نتفارق انا وياها واخا رغم المؤاسات اللي كتعيشها ولي كنعيشوها حتى حنا وانا انا راجل الحمد لله على قد الحال هو كيبيع وشري في الزنقه وعايشه معنا وعايشه مع بعضياتنا غير في في وهي بنت الشعب والممثله ديال الشعب وغتبقى ديما ديال الشعب إن في النقه معروفه ماشي يلا غادي تعرفوا ولا يلاه غيعرفوها بطريقه ديال عن طريق اعلانات وداك شيء وطريق الأخبار ديال الانتحار ولا لا هي فنانه كبيره وغتبقى ديما كبيره وعندي انا كبيره وعند الشعب دياله كبيره وفنانه الشعب وكنتمنى لها شي على الاقل تكون الحاله ديالها غير شويه ها شويه طور حاجة ضيعه ضيعه بزاف وحتى الفن ضيعها وما عطاهاش وخا عطاتو وبزاف وما بغات دير حتى شي مهنه اخرى انا من صغري كنقول لها ماما علاش ما ديريش حاجه اخرى علاش ما تمثلي علاش ما تكونيش ما ديريش شي مهنه كما كيديروا الفنانه كيديروا مهنه زائد تمثيل هذيك في هذا الوقت هذا كيبغي التمثيل تكون غير هوايه ما يكونش مهنه حيتاش الهوايه من الاحسن حاش ما كيوكل ما كيشرب ما والو صراحه ها هي عايشه وما عندهاش شهريه ما عندهاش درهم لا يجيبها لها فولطوني لو وقفات عليها يعني ما كتلقاش منين تجيبو ما كتلقاش يعني وانا مثلا على قد الحال وكان عندي غير المستطاع ديالي نقدر ما ما نخلي ما من ندير عليها ولكن على قد الحال ما حتى الراجل ديالي على قد الحال كون شي واحد نيت عنده راه ما نخليها ما كاينش اللي ما نخليهاش تقول تكلمة كلمه على طريق انا يعني ولكن الله غالب تشيلي كين اللي ما عندي من ديال دبا لها ما ندير ليها دابا المشكله ديال هاد المرض ما كاينش كي ضروري كيبقى مع الجو وهاد البلاصه اللي تعيشه فيها وعندها الدار عطاها لسي نصيري ولكن باش غادي تعيش وباش غادي تعيش أقلم بالوقت تما وترونسبور وهذه ما كاينش و... ما كاينش مناش هادشي اللي غنقولو الام ديالي راه عزيزه عليا وكنبغيها وهي ويلي عندي وانا لي والداني انا بوحدي تيلي عند ماما ما عند شي واحد اخر من غيري وعندي وعندها وعندي جبنيات وعايشين مع بعضياتنا انا وياها وراجلي وجبنيات والحمد لله ويا ربي يا ربي هادشي اللي كنبغي لها كنبغي لها غير حالتها شويه شويه وخا شهريه وخا غير غير شي حاجه باش تنفسها باش ترتاح حاجه والله غالب ا آه كنعرف براسي انا نسيب سلوى الجواري سميتي نبيل آه كنسكن معها وهذا الخبر هذا اللي اللي تنشر دابا بانها هي حاولت تنشحر بانه راه ما كاينش هادشي هذا داكشي شي حاجه اللي هي قديمه قبل ما انا ندخل الحياه ديالهم هادشي كان قديم أه، تشي شي حاجه ماشي ديال انتحار ما كاينه ما والو هي عايشه معنا دابا بخير الحمد لله حنا عايشين مع بعضياتنا تشي شي حاجه ديال المهم تشي شي حاجه ديال انتحار ما كاينه هي انسانه مزيانه معروفه ماشي غنيه على التعريف ماشي غير انا اللي نهضر عليها ولا شي حاجه المغرب كامل الحمد لله كيعرفها سي انسانه طيبه انسانه على قد الحال أه، كتعيش مشاكل ديال المرض مشاكل ديال الازمه من ناحيه المعيشه ديالها ومن ناحيه من ناحيه المدخول ما عندهاش هادشي آه اللي كاين